فعال، وأيضا يقدر يحصل مباريات قوية يستفاد منها حتى يقدر يكون جاهز للخوض التصفيات والبطولة الآسيوية، خصوصا أنه تعرف إحنا صار لنا فترة طويلة جدا ما ماكو دوري وماكو مباريات. لذلك يعني حسنا فعل نادي الشرطة بالذهاب إلى معسكر وخوض المباريات. المفروض على المعسكر راح يكون فقط للمباريات التجريبية حتى يكون الاستعداد الأمثل والأحسن، خصوصا أنه الدوري المصري يعتبر من أفضل الدوريات الأفريقية، فلذلك راح يستفاد فريق الشرطة بهذا المعسكر من خلال هاي المباريات اللي راح تعتبر احتكاك قوي قبل دخوله بالتصفيات. طيب ماذا ينتظر الشرطة في دوري أبطال آسيا؟ يعني أنت تعرف أن الشرطة يمتلك نقطة واحدة من مباراتين، لكن ما يشفع له أن المتصدر يمتلك 4 نقاط، يعني الفارق ليس بكبير. ثانيا أنه الكل يعرف أنه فريقين من هذه المجموعة يتأهل إلى الدور الثاني. ماذا ينتظر الشرطة، وماذا الشرطة يجب أن يقدم من أجل أن يكون أول فريق عراقي يخطو باتجاه الدور الثاني؟ أكيد أكيد الشرطة إذا على العناصر الموجودة عنده، وأغلبهم هم لاعبين منتخب وطني إضافة إلى المحترفين اللي راح يستقطبهم الفريق، يحتم ويجب على فريق الشرطة أن يمثل فريق أن يمثل الفرق العراقية خير تمثيل، لأنه هو الآن أصبح الواجهة خصوصا بطولة آسيا. فلذلك مجبرين، يعني ما لهم خيارين، أنه أول شيء يعوضون إخفاقهم بالموسم السابق، وايضا بهذا الموسم يقدرون انه يدخلون للدوري بنتائج البطوله الاسيويه. يعني احنا سبق انه فريق القوه الجويه، يعني خل اعطيك فتره، انه بالسابق يعني كنا نلعب كانت بطوله ابطال اسيا قبل ما تبدي، فبدينا لعبنا مع استقلال طهران، لعبنا ايضا مع بختكور. فلذلك من جينا للدوري كان فريقنا بقمة الجاهزية وكان وضعه جيد جدا. فلذلك أتمنى أنه فريق الشرطة يقدم ما عليه ويحسن من صورته أمام جماهيره، خصوصا بعد الخسارة أمام العفو في الموسم السابق أمام الشباب السعودي، وهو قادر إن شاء الله على العناصر اللي يمتلكها وعلى المدرب كفو أنه يقدر